نجم عبد الرحمن جرتي، مساء الخير ومرحبا بك. مساء الخير ريان، واش راك ريان؟ صار مده يبارك فيك. دي بوسه ولا واش؟ الله يسلمك يا وليدي، الله يسلمك. يحبوك يا عبد الرحمن. الله يسلمك. مرحبا بك. الله يسلمك ريان. نورتنا، عندك مده غايب. تبارك الله فيك. كما يقول لك انتم ثاني، يعطيكم الصحه الحصه هذه. يبارك فيك. صراحه يعني العائلات مفقودين، فقدوا هذه السهرات هذوما، واش درتوا اليوم ولا واش درتوا من قبل حاجه رائعه، وان شاء الله تكملوا وتستمروا كل يوم حاجه جديده ان شاء الله. الله يسلمك. وعلا كنت شويه غايب؟ احنا والله ما انا غايبين،
لا اكيد انه كي نقول غايبين نتكلم على التلفزيون، ان الناس في التلفزيون صار لهم مده افتقدوك. الفيديو كليب غابوا مده عامين واقيلا ولا ثلاث سنين. نو يعني الصراحه كما يقول لك الصراحه راح وغنيت على الصراحه. غنيت يا سلام على الصراحه. شوف والله غير يعني شوف نجي نقول لك باش غاوي نتحاماو له. بيان سور نتحاماو لي نحب انا واحد اللي يتحامى لي. باسكو شوف كاين بزاف الناس يتلاقونا ماشي غير انا اعوذ بالله من كلمه انا يتلاقوا بنا فنانين في الطريق. قال لي يا فنان ماناش نشوفوك، ما راناش ما نسمعوك، ما راهمش يجوزوك. يعني السؤال مطروح نقطه استفهام، يعني ما همش يجوزوك؟ يعني هذه الاسئله راهي صعيبه بزاف. وحنا اعوذ بالله من كلمه حنا الانتاج راه كاين، نمدوا التلفزيون نمدوا الراديو، ولكن ما يجوزوش بزاف. هذا هو يعني السؤال هذا يرجع للمعنيين بالامر، هما اللي كما نقول لك المنشطين وكذا اللي ربما سمحوا شويه فينا. واش سمعنا ابدا ما يسمحوش فيك، لانك فرض نفسك ما يفرضك حتى واحد. الله يسلمك. اللي سمعناه الان اخر البوم ما قبل الاخير، هذا اخر البوم اللي كان خرج عنده حوالي 6 ولا 8 شهور من اللي موجود، وراني نحضر في اغنيه. وتالمو هذه الاغنيه عزيزه عليا بزاف، يعني كل وين مر روح نغنيها، يعني في البلاطو في التلفزيون ولا في الراديو ماذا بيا تفوت هذه الاغنيه، لان نحبها بزاف. كاين هذه وكاين الاغنيه الثانيه ان شاء الله الا كتب ربي راح نزيد. تحب الاغنيه هذه؟ واش تحب في الريبرتوار القديم تاعك؟ القديم بابا بابا بسؤال واعر. لا القديم القديم هذا دليل على انك بديت عندك بزاف اولا، وعندك ريبرتوار ما شاء الله يعني الله يسلمك. يعني القديم كما يقول لك هو سببنا، هو اللي خلانا نوصلوا وين رانا واصلين اليوم الحمد لله. ويعني ثاني ما نساوش الشعب، الجمهور هو اللي حكم، هو اللي عجبوا الاغاني وشجعونا، وهما اللي صفقوا علينا، وهما اللي شراوا الاشرطه تاعنا. يعني هذا كاع راجع الحمد لله ثاني الكتاب الكلمات اللي تعاملت معاهم، الملحنين منهم بلاوي الهواري محمد عنقر. كي ذكرت لي بلاوي الهواري تذكري هاي فات مشيت مين؟ جايه تاع بلاوي، يعني لحن بلاوي وكلمات محمد عنقر الله يذكرهم بخير في زوج. الله يذكرهم بالخير. صح هاي فات معناها كي قلت لك يعني غنيها لي. صح على ما كاش مشكل تالمو عندي خاصة الموال تاعها يعجبني. انا عندي بزاف، عندي حوالي نجم نقول لك 7 سنين ولا 8 سنين ما غنيتهاش. كاين بعض الاغاني اللي عزاز علينا ولينا. وهي قديمه درتها عام 89 في 87 87 كان في نهايه 85 كان اول شريط بيني وبينك، قصة طويلة. ومن بعد في 87 جات جاية. وشنو كاينة حاجة قبل الشريط بيني وبينك، يعني كانوا الناس اللي عملوا فيا ثقة، منهم محمد عجيمي كاتب الكلمات، كان كتب لي أغنية واسمها يا ريت وهيفا. يعني ماهوش نفس العنوان ولا نفس الأغنية، بل الأغنية تاع محمد عجيمي واسمها هيفا، والأغنية تاع محمد عنقر واسمها جاية. وكان اللحن لحمي شريف الله يرحمه. كان هو يعني دار فيا ثقة، لأن كنت شاركت في الحنوة الشباب 5 مرات وعمري ما كنت في لافينال. وراك سوبر ستار. الحمد لله الحمد لله. يعني راك سوبر ستار. واش لحن لك المرحوم؟ لحن لي أغنية وقت كان القرية على بالك تاع القرية النموذجية ذاك الوقت. لحن لي بعض الأغاني، لحن لي زوج أغنيات. التعامل مع شخصيات مثل هذه لأن ربما نفتقدوها، أكيد نفتقدوها، يخص شوية في حنين الماضي لهذه الشخصيات. تعامل مصطفى بديع، راح نرجعوا لمجموعة من الفنانين. يا حسرة كي قلت يا حسرة على ناس يا حسرة ما أعطيتنيش هيفا. هيفا حبيت نعطيها لك في كادو ولا كيفاش؟ اعطيها لي كادو يا سيدي اليوم للجمهور. نغنيها ولا يعني سمحوا لي ربما ما كنتش في المستوى. هيفا تمشي وتميل جاية تيرارا جميلة والقد طويل القد طويل كاوية تيرارا تيرارا رارارا عيونها تشبه لليل غالية تيرارا من شافها ما يسيب دليل
قاوية قاوية قاوية. عبد الرحمن جلطي الله يسلمك، يعني راك فكرتني كي كنت طالع في ليزيسكالي ميكانيك وهي هربة. واش عليه، ذكرنا نسمعوا من القديم والجديد، وهذه أقرب الأغاني نتاعك ليا شخصيا. هذه هي شريط عندي لحل الآن. ان شاء الله الالبوم اللي جاي يكون اقرب لك. لكن احنا شوف نقول لك حاجه، كاينه حاجه اللي تقتلني، اللي يقولوا لي لي شونسون تاعك القدم خير. لا يقتلني باسكو يسمى درك واش رانا نديرو ماهوش مليح. والله غالبه لان الاغنيه الاولى تبقى ذكرى، سيتي نوستالجي اللي ديكوفريو بها الفنان وكذا، يعني هذه معروفه على مستوى العالم. اكيد سيده عايده انه اغنيه ما تفكركش الاغنيه فقط والكلمات فقط والفنان فقط، وانما الفتره الزمنيه اللي عشتها انت شخصيا. صح. ربما حبينا في هذيك الفتره، ربما كنا نقراو في الليسي ولا وغيرها. كما كاين اللي اكتشفوني في بيني وبينك، وكاين اللي اكتشفوني في حبيت نكبر معاك، وكاين اللي اكتشفوني في الصغيره في العمر، وكل واحد عنده يعني الفترة هذيك الزمنية اللي عنده فيها ذكريات. كاين واحد تلاقيت به العام اللي فات في معسكر، قال لي عبد الرحمن جلطي، قال لي على جالك تزوجت مع مرتي اللي راني مزوج بها اليوم. علاش؟ على جال حبيت نكبر معاك. قعدت تفتح البيوت يا سيدي. ايضا الله يبارك. الله يبارك. من بعدوش على معسكر روحوا لوهران. وهران معروفة بالفكاهة، خاصة سهرات رمضان، سهرة صيف كيما هذه، كنا نتمتعوا كثير بالفكاهة من وهران ومن قسنطينة ومن العاصمة، لكن النكهة اللي جينا من وهران متميزة جدا من خلال التريوهات والديوهات للضحك. وكان نقول لكم خيرة والهواري، على العموم ما يتقدموش هما، كي نقول لهم يدخلوا من وهران بختة بختة ماشي خيرة، بختة أنا اللي غلط. لا بختة، خاطش حبيت نقول لك تعاودي لي هذه كيفاش طيحتيه. أكيد تحلفي فيا؟ كيف خيرة كيف هذه؟ أو قريب أو بعد عليك الميكرو. بعيد عليا والله. بالعاني برك باش ننطقك. ياه هي الصحة، من بعد نهضروا من بعد. دوري لي؟ واه. لا نتهلاي لي فيه برك. في هواري. هي الصحة داكو. ثلاثي الأمجاد تحية كبيرة. ألو. ألو وي. كي راكي دايرة سعيدة؟ راكي غاية؟ الحمد لله على باكي. غير البارح كنت في سوريا، راني جايه وعيانه ما نقولكش يا اختي. درت واحد لافير، طحت فيه واحد المورسو، شان نقول لك سكر. هاو زوجت البنت، واه دفعوا فيها وكل شيء. راني نقول لك زوج كابات كادويات ليا لجداتي للجواري الذهب، ما نقولكش راني دايره افير شابه. واه هاو نعرضك بالسيف، نعرضك بصح امبوك ماذا بيك؟ شوفي لي كاش اف 2 ولا اف 3 ولا فيلا باغي نرحل. واحد الجار يسود له غير السعد ان شاء الله راه مسالبني. شوفي جيت للربعة تاع الصباح، انا على بالي باللي شافني على بالي، واه يضل يعس فيا، راه مكره لي حياتي، باغي نرحل من تما. كره لي حياتي كرهت. هيا صح، هيا خليك، هيا تهلي في روحك، هيا سلامه صح سلامه. لطيف صباح ربي صباح عليك. سبحان الله سبحان الله. ما نربحش اليوم، ما نربحش، انا على بالي باللي ما غادي نبيع والو. شاكي لابسه فريجيدان دو بورت. ايوا والله العظيم. اقعد روحك على بالك، هذه تاعش تاع الجدود، تصبيق على الجدود. هي سي جلطي، سي جلطي قاعد تشرف في المحابي، هاجي بنبردو لك بنبردوك جامعه هاكي. عام انت يا فريجيدان بورتاتيف. ايوا كي راكي جارتي؟ راني غاية، راني خير منك. ريحتي شوية وشوف الدهوبات وكل شيء. خمسة في عينيك، خمسة في عينيك، ستة في كرعيك، سبعة يعموك ويطيروا لك الشعر وتولي قرع إن شاء الله. تسمى ولي كوجراك أنا. الحزن كي داير والبغض. بالعمي مالك مسالبني كي من هكا مالك؟ لو البارحي شريت فريجيدار في الليل، دخلتها على الزوج تاع الصباح. الصباح اللي صيفط ولدي حطاني شوية ما بارد. بالعمي كي شافني هذا كي شافني. باهي سقسيك. أخوة تمشي كي زايده واحد؟ لطيفة، اليوم يطيح لي واحد، بسم الله. أختي ريحتي، هذه كانت باغي الزريعة والديها ما كاع كي دارت. الدهوبات والشدات و أخويا هذا الباطين ما فهمنا والو. هاك هاك تقيس في الوسخ تما ياك، ومن بعد قولوا كوري راه قربتنا ياك. هاك قيس في البيدو، قيس في البيدو.
ودي لا طايق. السلام عليكم. خير ولدي كيرك؟ واخويا اسمح لي باين سقسيك. تسكن هنا انت بكري في هاد الحومه؟ تسكن بكري؟ انا قبل ما يبنوها واه. كانت طوب من بعد بنوا افدوا، انا سكنت الاول من بعد عزادوا طلعوا الفاطيم الفوق. تسمى تعرف كل شيء تهنا. انا هنايا زعما كنلعب كاع غضبه. لي زودني غضبه شي. بغيت نسقسيك على واحد العائله. واه. تسمى نقدم لك نفسي، انا مهاجر نسكن في سوريا، جزائري بصح نسكن في سوريا. تماك تعرفت على واحد المراه وقالت لي عندي بنتي ناس ملاح سكر. اي وش ولا هي تسكن غير منا في هذا لي باتيمو؟ ناس ملاح قالت لي سكر بالبزاف. هنا في الباتيمو ما كاينش شي سكر. واه. واخا كيكذبوا عليك والو. ها هنا كاين غير الدونجي يا محاينك. لا كاع واعره براس ما بنتي ما تزوج وحده. خويا لا بالك راك غلط يا ودي. شكون هذه بنت؟ من هذه؟ هذه بنت ابوها لحام. ماشي اللي يبيع اللحام. لا سودار. اوه بنت بختة؟ نعم واه بنت بختة نعم. ودي والله شكاين هذيك مدام صولي غير دات شيعه معاها في السحر. كيفاش؟ هذيك المتجمده محاينك. لا سيرها موكلت لك ظلمة عصبانة عفير كيما هكا. لا في الاكل عطتني حبة قريوش. جابت لك قريوش في سوريا؟ جيت ديركت. تما راك مخبل، كل حبة تاع قريوش مخبل. بصح يعني حسب النظر تاعي تبان لي مرا مليحة وناس ملاح. يا ودي قيلك اصاحبي ورت لي الصورة تاع البنت، صورة جميلة شابة. يا ودي بنتها تحسب دارها بيوسا محينك. كيفاه؟ هذيك بالعربية هذيك جابتها من فام دوجور دوي تصويرة وتدورها وتقول بنتي. ماشي هي هذيك نحكي لك عليهم. هذيك كي نشوفوا الاخرى كوميسير، احنا نقولوا لابولي جايه، عرف جايه لدارهم، لومبيونس فايته عرف عندهم. هذوك مشاكل تاع الباتيمو. كاين حاجه قايلك اولدي غير قايلك. لا كاين حاجه قالت لي، وعندي الاخ تاعي الوحيد قالت لي مهاجر بعيد كاع ما يجيش. وصفري في الحبس كاع ما يجيش. ها في الحبس كون داني امور كاع ما يجيش. كاع ما يجيش هذيك جيج ما هذيك الفاميليا جيج ما. والحل نتاعك هذيك اكابو خالهم. ياه احنا في الفاميليا احنا نقولوا زعمك في الباتيم وراك فايت. واه تقولها خير يسرع لي قرعه من الفوق. ياك هذوك احنا كاع ما ندوروش بهم يعني. انا راح نقول لك اولدي. واه لا تساعدني قيلك منهم. انا راه عندي البنت. ها قلت لي في سوريا عندك الحوانيت وكل شيء. عندي دكاكين وتجاره كبيره. انا راه عندي البنت خياطه عقله مسكينه ما تخرج كاع، تعرف الزوقه ما تعرفها كاع كي دايره. زعما كان من بنتي والفاميليا زعما كنت تساعدني ناسبني انا ندي البنت تاعي. اما هذيك بنت بختها غادي تغبنك مع ثاني نشوفك نسرط اللحم غادي تولي ربع. لا غادي تكمل. بصح اعطيت يعني مديتك كلمه. يا ودي ما كان ما كلمه والو، غير روح منا روح مدامك عاد فري. يا ودي لا قرباتك اودي روح اصاحبي راني سلكتك روح. بختار بغيت تزوجي بنتك والله العظيم وبنتي ما تتزوج بنتك تقعد في الدار بيريمي و يراقب لك 42 ولا 43. او بختي جات خير كيراك لاباس؟ واه صافي شويه خير جارتي كيراك. واخا ما تعرفش معايا سيدي بعدني. سمير امورك تقولها بن عمي. شكاين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شراك باغي عندي؟ شراك باغي عندي؟ عاودي واحد السيد كان واقف هنايا. ايا شوفي انت مرا زينه. قولي شكاين؟ الخدود. اها قولي تفات عصبانيه الخدود. والله شدك اليوم الصباح كنت ننفض من الطابي من الثقه. لا تنعت وديرها في ثقتي. شكاين داخل؟ لا هذا واحد جاء. ايوا انا نعرفك انت مرا مليحه وبنتك حاجه واعره. والله وربي طاني ولدك تنزوجهاكم ما لقاش كاع السوبيه كيفكم. الله يسلمك. سقساني قال لي بختار تبيع في سكونه اف 5 80 مليون. قلت له تاك مريضه بالعمي. ايا اللي كي ديتها سكونه تاعك جبت 80 مليون؟ بصح والله راني مشبهاته انا ذاك البنادم نمر. راني مشبهاته على بالك الهواري. والله لا كنت زعما غلطه فيك. الله يسلمك. راني مديت البنت وراهم دافعين لي فيها والخميس الجاي العرس تاعها. والله لا فرح في البركه عليها. والله لا فرحت لها والله الحمد لله. الله يكمل. واحد الناس ملاح زعما مالك شكاين؟ واه يا جيت من سوريا. جيت اهلا ومرحبا. كيف لاباس هايا كيراك؟ الحمد لله. خضرة هذه اللي قاستك وما هدرت معيت في التليفون. ما كيف القضيه؟ يعني هي القضيه انا كنت جاي. واه بصح انا كي شفت بطاقه التعريف نتاعي قلت انا مازلت صغير. اه علاه نتزوج دروك؟ مازال شويه صغير. دروك راك صغير. في سوريا كنت كبير وكي جيت الجزائر صغرت. ماشي الهوا تبدل عليا. الهوا يا شكاين؟ يعني انا كنت جاي يا خويا. انا ما تقول لي والو. انا راني
لا دبانه دبانه ثلاثه مره. اسمع راني عرضت حباباتي وراني عارضه ريان وجرتي باش يغني لي في العرس تاع بنتي. كيف هاد القضيه هذه؟ اسمعي اسمعي، انا كنت جاي يعني ولقيت واحد الانسان راني ريبيتي باش في عرس بنتك نرقص. انه يحضر، راي حضر، راي حضر. لقيت واحد الانسان وقال لي عائله يعني ناس ملاح عائله. قلت له حاجه وعره، قلت له والله ما تزوج بنتي ما تزوج. انا حاولي اسمعني هو مارغري قال لي كيما كبصح، انا قلبي ما خلانيش. انا عرفته باللي ناس انسان يعني يدير هاك وهاك. حسود عين الحسود لا تسود. سود غير السعد شان نقول لك يا وليدي، راه مسود شان نقول. اسمعني غادي نفوتوا هذا الدودان ونتزوجوا ان شاء الله وما كاش مشكل. كاع ما تعمريش راسك بالخاوي ياك، ربحت غير العيب شان نقول لك. هيا روح ولدي هيا. باغي تزوج؟ لا باغي تزوج بنتها. خيرة واسمها؟ قارة خيرة خيرة. هيا يا بختها ماشي خيرة. باش غير نطقها. وبركة ما تخزني في المرأة. يا خجارتك. ها بختها ها. سهرة صيف ما زالت تتواصل. هذه هي سهرة صيف متميزة على البرامج اللي مالفين تبعوها داخل الاستوديو. نتمنى أنه تكون شيقة، أن المفاجآت تعجبكم، أن الأشياء الجميلة والممتازة تبقى في الذاكرة في هذا الصيف وفي سهرة هذا الصيف من هذا المكان الجميل فندق سفير مازافران. شارككم الآن نروحوا للنغم، نرفعوا عليكم فيه من الجيل الجديد والأغاني الإيقاعية والمتميزة. كثير من الأغاني، كثير من المطربين تحضر معنا هذا المساء. أكيد تعرفوا أحد الأغاني اللي اشتهرت بها الشابة سهام، نطلب منكم تحيوها. Keep one.
نجيب واحد ولو